الحقيقة حاجة مشرفة جدا، يعني عظمة على عظمة. احنا منورنا في الاستوديو بطل من ابطالنا استطاع ان يحصد الميدالية الذهبية في الجمباز في بطولة كأس العالم اللي لسه طبعا خلصانة من يومين واللي اقيمت للمرة الاولى في دولة افريقية وهي مصر. منورنا علي زهران صاحب ذهبية كأس العالم للجمباز. صباح الفل عليك. صباح الفل. مليون مبروك بحضرتك. الله يبارك فيك. إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. المهم احنا قبل ما نبتدي ندخل على حضراتكم على الهواء كان طلبنا منه ان هو يبقى لابس الميداليه، فهو كان متردد. ده انا لو منك مش هلبسها، ده انا انام بيها يا استاذ، البسها لو اطلع فلق جري. ذهبيه كاس العالم دي بيج ديل، حدوته كبيره طبعا وما جاتش بسهوله بطبيعه الحال. لا طبعا. لخصنا كده المشوار اللي فات اللي وصلنا ان احنا قاعدين دلوقتي وانت لابس الميداليه الذهبيه لكاس العالم للجمباز. يعني هي ميدالية كاس العالم، اول كاس عالم في مصر يتعمل ويتنظم على ارض مصر وفي افريقيا. طبعا جت بعد مجهود وتعب وتحضير خلال الفتره اللي فاتت، خصوصا في الظروف الصعبه بعد احداث كورونا. وتقريبا اخر ايفنت ليا كان في استراليا، في كاس عالم في استراليا في وقت الكورونا في شهر 3/2020. قعدنا بعدها تقريبا حوالي 6 شهور مفيش تدريب، وبعد كده رجعنا تاني للتدريب. خدت وقت طبعا ومجهود كبير عشان ابتدي ارجع تاني وارجع تاني للفورمه اللي اقدر العب بيها تاني بطولات، واقدر تاني نقف على رجلي ونقف على منصات التتويج. كان الموضوع بيتحضر كاس العالم ده كان بيتحضر له طبعا من المفروض كان يتعمل 2020 وتاجل ل 21 بسبب ظروف برضو جائحه كورونا طبعا. بس احنا كنا عايزين نظهر فيه اعلى مستوى وعلى اداء ونقدر نحقق فيه ميداليه على ارض مصر. كاس عالم مميز جدا بصراحه، كان كاس العالم مشرف بطريقه حلوه ومميزه. كان تنظيم على اعلى مستوى صحيح. انا كنت مبهور فعلا فيه. التغطيه الاعلاميه كانت ممتازه. الاتحاد كان ليه دور كبير قوي ان يوصل ان يعمل ده برئاسه الدكتور ايهاب امين، وزارة الشباب والرياضة ودعمها وسبورت ان ده يطلع بأكفأ شكل للعيبة، وحاجة مشرفة لمصر فعلا كان ممتاز. بقالي 10 سنين طبعا بلعب كاسات عالم في دول العالم مختلفة. فعلا انا مبهور وفخور. انت اول مصري يحصل على 6 ميداليات في يعني في كؤوس العالم بشكل كؤوس العالم. في 6 ميداليات، في 9 ميداليات بالظبط. 9 كمان. 9 ميداليات. ما شاء الله ما شاء الله. خنصرنا احنا 3 بسم الله ما شاء الله. ده بجد شيء مشرف جدا يعني. الحمد لله. مجهود كبير وفترات كبيره وهدف واصرار ان انا اعمل حاجه مميزه وحاجه تحط في تاريخ الجمباز وتاريخ اللعبه وفي تاريخ مصر، ان يكون لاعب مصري محقق السكور دوت والنتائج المميزه دي. كان نفسي في كاس العالم ده في خلال الفتره اللي فاتت ان انا يعني اتوج بالميداليه الذهب، وكان تدريب الفتره اللي فاتت كلها تحضيرا ان ما ينفعش كاس عالم يبقى في بلدك وفي وسط جمهورك وفي وسط ناسك وتطلع كده مش في حاجه مميزه. لا، ده انت تطلع بميداليه ذهب فليها شعور جميل ورائع، خصوصا في وسط مجموعه من كانوا مشاركين من الدول الاوروبيه والناس المتاهله اولمبيات والابطال اوروبا. منافسه قويه. فكانت منافسه قويه وجميله وكان سكور مميز صراحه، يعني من اعلى 8 في العالم. فالحمد لله. بسم الله ما شاء الله. بتهيألي